كل سنة وانت طيب، وكل سنة وانت منور كده. انت ما غنيتش في دول عربية؟ غنيت طبعا، رحت المغرب. يا سلام، مهرجان الموسيقى الروحية في المغرب، مهرجانات كتير جدا غنيتها في المغرب طبعا. طب انا معايا سعادة السفير جلالة ملك المغرب لجمهورية مصر العربية. المغرب بلد الفن العالمي. تفضل. سعادة السفير، اهلا 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 بيك في مصر. مش هقول في مصر، في بلدك، في بلدك يا حبيبي. محمد، غنيت في المغرب؟ طبعا غنيت في مهرجان من اهم مهرجانات العالم، مهرجان الموسيقى الروحية. وفكرة ذكية جدا جدا انه بيأتي الى المغرب في مدينة فاس، وهي مدينة سيدي احمد البدوي. ها؟ أيوة. هو فاسي. ايوه، اللي جاي من وكل من مشايخ الموجودين في مصر هم اساسا مغاربه، سيدي عبد الرحيم القناوي، وسيدي ابو الحسن الشاذلي، وسيدي احمد البدوي، والمرسي ابو العباس. سيدي المرسي ابو العباس. ايوه طبعا، ما هو سيدي المرسي ابو العباس تلميذ سيدي ابو الحسن. ايوه، وسيدي ابو الحسن تلميذ سيدي عبد السلام بن مشيش، ومقامه مولاي عبد السلام. النبي هات الميكروفون ده محمد، فضلك لسعاده السفير محمد سعد العالمي. يعني شوف، هو على مدى التاريخ المغاربة اللي كانوا بيجوا عشان يروحوا الأراضي المقدسة، مشوار كان شق جدا جدا جدا، وهم راجعين بقى بيكسلوا كملوا المشوار. فكان من حظنا انهم بيقعدوا عندنا طبعا، واخد بالك؟ فبقى في رابطة قوية بين المغرب ومصر طبعا. من شوف من قد ايه، صح يا سعادة السفير؟ تماما، علاقات تعود الى قرون بعيدة. قرون. أي. وهي علاقات متينة وتقوم على المحبة المتبادلة بين الشعبين. صح. هناك محبة خالصة تربط الشعبين. أيوة. الشقيقين، ونحن نعتز بهذه المحبة، وسنبقى نحرص دائما على أن تظل دائمة ومستمرة. هم يعني هم بلدين بشعب واحد، يعني انا بحب اسميها. لا بالتأكيد. تحس هناك كده انك انت يعني عادي جدا. وبعدين ما شفتش بلد غاوية طرب اهلها شعبها يحبوا يسمعوا ام كلثوم ويعزفوا الات، وعبد الوهاب وعبد الحليم طبعاً. عبد الحليم كان له علاقات وثيقة مع جلالة الملك الراحل، محمد ثروت وسمير صبري. سمير صبري تمام. ما عندك معجبين كثيرين في المغرب. ما انا كنت في المغرب وكذلك المغرب سبق كرمك، وانت تستحق كل تكريم. صح يا فندم، صح. عايز اقول لك حاجة كمان يا محمد، ان المغرب اول بلد استطاع انه يحتوي الاسلاميين. يعني في مش كده ولا انا غلطان؟ احتواء؟ لا، مش احتواء، يعني نسميها ايه؟ نسمي ان المغرب مستمر في نظامه. ايوه، الملكي القائم. ايوه، على الملكية الدستورية. ايوه، التي تجعل من الملك شخص يضمن وحدة البلاد. أيوة. الدينية والترابية والسياسية والمذهبية. بالضبط. وأنه في إطار هذا النظام المجال مفتوح أمام كل الآراء، أمام كل التيارات لتعبر عن نفسها. تعبير سلمي بالتأكيد. طبعا بالتأكيد، تعبير سلمي. وبالتالي فهناك الرأي وهناك الرأي الآخر. أيوة. هناك ثقافة الاختلاف في الرأي. شفت ثقافة الاختلاف؟ ثقافة الاختلاف في الرأي. أيوة. وهذا هو الذي جعل المغرب يستوعب بالضبط كل الأفكار. أيوة. بما يجعل هذه الأفكار يعني
مناقشة بين الناس، ليس هناك مطلق. أيوة. ليس هناك المطلق. أيوة. الناس تنظر إلى الأشياء نظرة، حينما تتحدث عن السياسة أن السياسة تعني أن كل شيء نسبي. أيوة. وأن كل شيء قابل للصواب والخطأ، وبالتالي فالعمل السياسي هو عمل يقبل الخطأ كما يقبل الصواب، وبالتالي فهناك تمييز ما بين العمل في مجال السياسة وما بين الدعوة إلى الدين. هناك الشعب المغربي مثل الشعب المصري، هو شعب مسلم متمسك بعقيدته، ولكن يمارس عقيدته حينما يتدين، ويمارس السياسة حينما يريد أن يمارس السياسة، ولا يخلط فيما بينهما، وهذا هو الأساس. صحيح. عدم الخلط فيما بين السياسة والدين، لأن الدين له مجاله، هو مطلق، هو إيمان. صحيح. والسياسة لها مجال، والسياسة هي شيء متغير. الدين ثابت، السياسة متغيرة. الدين ثابت والسياسة متغيرة، وبالتالي هناك هذا النضج في التعامل مع الأشياء، وفي التمييز فيما بين ما ينبغي أن يتم التمييز فيما بين. سعادة السفير محمد سعد العالمي، سفير جلالة ملك المغرب لدى مصر، سعادتك برضو في القاهرة، ايه الاكلة المصرية اللي بتحبها؟ كتير. ملوخية؟ في ملوخية بالارانب، مدمس. في الفول المدمس. ايوه. يعني فيها اكلات كثيرة طيبة. أيوة. ولكن هذا لا يعني ان المطبخ المغربي لا هايل. انا حشهد الحريرة، شوربة الحريرة اللي تدفي في الشتاء دي، الحريرة والكسكس. أيوه. والبسطيلة جمهور دلوقتي ما تقولش. ممكن اقول انني امزج بين الحسنين. أيوه. الله الله. يعني اخذ مغربي واخذ مصري. أيوه. واحاول ان امزج بين المطبخين، وهما مطبخان في الحقيقة متكاملان. الحمد لله. ممكن متكاملان، لكل مطبخ له مميزاته الخاصة لتجعلك تتذوق. يعني ماذا تتمنى في 2014 لمصر؟ لمصر أتمنى الأمن والاطمئنان. أنا أقول لك، سنة 1969 لما وصلت أول مرة إلى مصر، إلى القاهرة، لما جيت داخل إلى المطار، أول ما استوقفني الآية الكريمة في المطار: ادخلوا مصر آمنين. حين ذاك سنة 69، بداية سنة 69، كانت مصر لسه خارجة من حرب 67، وكانت بداية حرب الاستنزاف، وكانت الطرق بأكياس الرمل في كل جهة، ومع ذلك كانت مصر آمنة ومطمئنة. اللي شاف الصورة دي في 69 ما يخافش على مصر. الله الله الله. صح 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 صح. ربنا يخليك ويخلي يعني شعب المغرب العظيم، والعلاقة الوثيقة اللي بيننا دي دائمة وتدوم، وإيدينا في إيدين بعض إن شاء الله هنعمل حاجات كتيرة حلوة. بكامل التأكيد، مصر عظيمة وحتفضل عظيمة. مصر في قلوب كل العرب، ومصر ستبقى دائما في المقدمة، ونحن مع مصر يدا في يد لاسترجاع العزة العربية والكرامة العربية. تحية كبيرة لسعادة السفير محمد سعد العالمي، سفير جلالة ملك المغرب في مصر، تسقيفة كبيرة له. شكرا جزيلا.
محمد اشكرك وكل سنة وانت طيب. حياة للأستاذ محمد ثروت.